ونفس القوه وصل لمرحله اللي بقينا فخورين جدا بفكره ان عندنا 2 نجوم في ليفربول وارسنال. لكن بدات الامور تتراجع، بدا مديره الفني الجديد يقول له ابحث لنفسك عن عرض في بدايه الموسم، بدا اعاره لنادي، طبعا نادي بيلعب وبيشارك في البطولات الاوروبيه وله اسمه اسهاماته، لكن مش بنفس ليفل زي ارسنال، وانتقادات لمشاركته ومستواه اللي بيادي بيه مع المنتخب. هل هو بيمثل لغز ولا حضرتك شايف تحليل منطقي لحاله محمد النني؟ هو في حاجتين، انا يمكن في صوره اتعرضت وانا كنت بعد مباراه في بازل وقعدت مع المدرب الحقيقه، وكان ليا نظره اكدها لي، فقلت له بص يا محمد انت بتادي كويس، اللي هي الصوره دي بعد المباراه، هو ناداه يقول عشان يقعد معايا. فقلت له انت بتادي كويس بس ده لا يكفي انك تروح نادي اعلى. في حاجات كتير لازم تعملها، شخصيتك بقى تبتدي تكون سكورر مؤثر جدا بالتمريرات، كرييتيف شويه في الملعب، يعني دي حته بقى الموهبه، الابداع. وتاني حاجه ما تخافش، هو مش جريء، بيخاف يغلط، فدي بتخليه برضه متحفظ. روح بعدها قدم كذا مباراه كويسه بشكل احرز اهداف وكان مؤثر جدا كتير في الملعب، فراح على فراح الارسنال. كان من رايي ان هو أنت كل مرحلة لازم تتطور معاها وتكتسب، كل ما يكون قدرتك على الاكتساب المهارات الجديدة، ما هو اللي كان مقبول مني وكويس في السن ده ما ينفعش في السن ده في النادي ده غير النادي ده، طموحات مختلفة خالص. فلازم مع مستوى بيرتفع طبعا للأندية اللي بتعاقد معاها مستواي كلاعب أسامتي تبقى أعلى تزيد. يمكن أنا كان ليا قبل ما يتنقل لبشكتاش ووالده، قلت له من فترة حوالي سنة، قلت له محمد لو مشي بهذه الصورة أرجو تبلغه إن هو مش هيحافظوا عليه، هو عنده أحسن من كده بكتير، وعنده ممكن يأدي أكتر من كده. يعني الجزء المباراة بتاعتهم لما راح جاب جول في برشلونة وجول كويس قوي، كان بيزيد ما تتحفظش أو ما تخافش. هو لسه في الأرسنال، حضرتك بتتكلم هو مع الأرسنال. قلت له يا ريت تبلغه انت ابوه وهو لعيب كوره، انت لعيب كوره، ده مش كفايه، وانا شايف ناس بتلعب عليه اقل منه، لازم يتعب. جزء منها اعتقد، وانا العاتب يعني على الجمهور المصري، ان هما بيهاجموه شديد، كان فيه هجوم شديد عليه ولا زال، زي شايفين ان كتير اللي هو يكون في الارسنال محدش هناك بيجامل حد، مفيش واسطه. طب ليه ما تبصلهاش ان هو كان في فتره كويس وتراجع شويه، والجمهور ومسدته محتاجينها، واللعيب في وضع مش كويس وهو كويس، كل الناس بتشجعني، كل الناس، انا محتاج المسانده، او اي واحد بيمر وهو في فترة التراجع. هو في انتقادات شديدة قوي له دايما مع مشاركته مع المنتخب، في نقد لازع يعني من الجمهور. نقد انا يمكن في البطولة اللي هي كانت مع كوبر وخسرناها وهو قاعد ماتش والناس عرفت قيمته في وقتها. طب يا جماعة جمهور الكورة، يعني كل مدرب جه المنتخب من 2012 بياخده، هل دول برضه واسطة؟ والناس بتهاجم، طب ما يمكن المدربين شايفين في حاجة كويسة. بس حضرتك في نفس الوقت زي ما بتقول الجمهور يديله فرصه او يقلل شويه نسبيا من حجم النقد الموجه له او قسوه النقد، حضرتك بتطالب هو كمان بتطوير مستوى اكتر من كده، هو كان عنده افضل من كده بالظبط كده، لان برضو اي الانسان اللعيب بشر بيتاثر، بيسمع او حد بيقول له، انما انا عاوز يعني عايز اقول ايه، الجمهور شايفه ما تقسوش عليه، يعني وجه كلام بسيط، يعني تبلي المثل كان احمد زويل الله يرحمه يقول لك الفرق ان هم بره بيخلوا بيساندوا الفاشل انه ينجح، الفاشل مش واحد كويس كمان، واحنا بنحاول نهدم الواحد الكويس، دي مقوله بنهاجم الناجح لحد ما بنهاجم الناجح، مقوله شهيره، هو قالها شهيره. انا مش بقول لا، مش هو مش فاشل باي حاجه باي مقاييس، هو لعيب جيد جدا وخامه جيده، بس ما يبقاش احنا يعني اللي احنا بنهاجمه كده، جمهوره وجمهور بلده، احنا لكن ممكن بالعكس ان تشجعه بكلمه وبشكل كويس. اما يبقى عندي لعيب بيلعب في الارسنال ده سعاده، انا مجرد ان انا كنت بشوفهم في الملعب في هذا المحفل
والنقل التلفزيوني الفظ. انا شعري سعيد. طب ازاي ممكن نصنع مزيد من النجوم القادرين على التواجد في انديه اوروبيه مميزه وقويه ومتواجده بقوه ولها تاثير على خريطه الكره عالميا؟ المزيد من الاسماء المصريه تكون في الخارج ده ممكن نخطط له ازاي، او مين المسؤول انه ياخد المبادره عشان نبدا تدريجيا في تحقيق الهدف ده؟ هو تبقى حاجتين، حسن الاختيار في الاول، الفني والبدني والشخصي، عشان تقول ان الشخصيه دي مميزه.